جعبة كبيرة تلك التي تحملها تل أبيب باتجاه واشنطن في واحدة من كبريات القضايا الحساسة في الشرق الأوسط. وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس في الولايات المتحدة في زيارة يتناول خلالها بشكل خاص المفاوضات الدولية التي تشارك فيها واشنطن حول البرنامج النووي الإيراني. سأغادر الآن إلى الولايات المتحدة في رحلة قصيرة ولكنها مهمة للغاية لضمان أمن إسرائيل. أنا مقتنع بأن هناك مسعى للاهتمام بأمن إسرائيل، وهنا يمكننا تشكيل حكومة تغيير حيث سنعود إلى الوحدة في إسرائيل وتضميد الجراح في المجتمع الإسرائيلي على كافة أطيافه. غانتس يلتقي نظيره الأمريكي لويد أوستن ووزير الخارجية أنتوني بلينكين ومستشار الأمن القومي جيك سوليفان لبحث الملف. منع إيران من امتلاك سلاح نووي قد يجلب خطوات تتخذها إسرائيل تعني الاحتكاك مع الصديقة الكبيرة الولايات المتحدة لإزالة تهديد وجودي. هذا ما ورد على لسان بنيامين نتنياهو خلال احتفال تعيين ديفيد بارنيع مديراً جديداً للموساد أخيراً، حسب ما نشر موقع رئاسة الوزراء الناطق بالعربية. غانتس تدارك لهجة خصمه القديم واصطاد تصريحه الأخير في ذات الحين ليقول أنه إذا شكلت إيران تهديداً للأمن الإقليمي والسلام العالمي فإن الولايات المتحدة تظل أهم حليف لإسرائيل. وأضاف غانتس أنه حتى في حال تنامي خلافات فسيتم حلها من خلال الحوار المباشر خلف أبواب مغلقة لا عبر التصريحات الاستفزازية التي تضر بأمن إسرائيل على حد تعبيره. الرياض من جهتها تتقاطع مع المشهد حيال الرد على الغريمة طهران في ملفات أخرى تهدد المنطقة، إذ أعلن البنتاغون عن اتصال هاتفي بين أوستن وولي عهد السعودية الأمير محمد بن سلمان، أكدت فيه واشنطن التزامها بمساعدة الرياض للدفاع عن أراضيها وشعبها وتفعيل جهد ثنائي باعتبار المملكة محوراً مهماً ومركز ثقل في الاستقرار الإقليمي، وهو ما بحثه الجانبان لاسيما الجهود الرامية لإنهاء الحرب في اليمن في إشارة ضد تدخلات إيران في المنطقة.